السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي مشاهدين أبو شهم الأعزاء أحبائي. طبعا اليوم يا أخوان طلعنا رحلة مع أجمل أول متابع عندي في القناة، وطبعا صار أعز أصدقائي أبو سامر عاشق شروق الشمس، عاشق شروق الشمس طبعا من أجمل المتابعين كانوا عندي في القناة. طبعا يا أخوان اليوم رحنا على منطقة هيك حلوة وجميلة، طبعا يا اخوان منطقة رومانية، بدنا نشرح لكم شرح مبسط وشرح جميل عن عدة اشارات جميلة. طبعا يا اخوان اليوم عندنا اشارة جرن 1 2 3 على شكل مثلث، لكن في جرن فيهن فتحة يا اخوان وجاي جانبي. دائما احنا بنحكي الجرن الجانبي يا اخوان بيكون في تحتيه هدف، دائما الجرن الجانبي مش السماوي، السماوي بيجي منتصف صخرة. طبعا الجرن هذا يا اخوان في عليه فتحة، الفتحة هاي بتدل انه في بوابة بنفس المكان. طبعا البوابة ها هي يا اخوان، شوفوا البوابة، بوابة منحوتة نحت وجميلة جدا، حتى نفوت جوا البوابة نورجيكم اياها، ورجيكم كيف كانوا زمان يخبوا الدفائن او مثلا يدفنوا القبور. راح نضوي لكم الضوء لحتى يبين اكثر شكل اوضح. طبعا يا اخوان في هون يا اخوان في هون اي زي ما انتم شايفين في هون بالزاوية على شكل بوابة، على شكل بوابة هي هيا يا اخوان، في يوجد هون على شكل بوابة، يعني ممكن في منفذ من هذا المكان. وأيضا هنا يا أخوان في الزاوية هذه كمان في يوجد هنا مدخل أو سرداب، وأيضا هنا بالزوايا يا أخوان كان في قبور، كان يدفن القبور. لكن يوجد شيء في الأعلى هنا يا أخوان اللي هي الروزنة، اللي هي المنفس، المنفس للبوابة، لكن مغلقة، مغلقة بصخرة. حتى الصخرة نفسها إخوان في عليها دق عدة شايفينه، هاي البوابة طبعا مفتوحة قديما إخوان، إحنا ما بنشرح غير على مناطق مفتوحة. بتمنى من الجميع أنه يركز بهذا الفيديو الجميل حتى أنتوا تستمتعوا بالفيديو. شوفوا يا إخوان الصخور كيف مقصوصة قص، مرصفة ترصيف، نورجيكم شكل البوابة من الخارج. هذا شكل البوابة من الخارج يا اخوان. طبعا يا اخوان في عندنا هون هدف جميل، بوابة جميلة وخطيرة تمام يا اخوان. داخل المغارة راح تشوفوا شغلات يا اخوان مرعبة، شغلات جميلة جدا. وبتمنى من الجميع انه يركز بهذا الفيديو لحتى الجميع يستفيد ويشوف كيف كانوا زمان يخبوا الدفائن وكيف كانوا يدفنوا القبور. والله يضوي لي هون، شوفوا يا اخوان كيف هذا يا اخوان، مدفن، مدفن مفتوح عميق، طبعا عميق وخطير، احنا ما بنقدر ندخل داخله لانه ظلمه يا اخوان. حتى هون يا اخوان في عندنا هون منور، شوف المنور كيف بيكون بالسقف يا اخوان، كيف كانوا يحفروا المنور، هذا منور يا اخواني. وايضا هنا يا اخوان هنا يوجد سرداب، سرداب هذا بوديك على مدفن ثاني، هذا يا اخوان سرداب بدخلك على مدفن ثاني. وايضا هنا يا اخوان يوجد تصفيطه ومدفن، يوجد هنا تصفيطه، طبعا الحجار بتكون مرصصه يا اخوان، مركبه فوق بعضها، هاي بتدل على اشي مدفون في المكان. وايضا هنا يا اخوان يوجد هنا منور، شوفوا المنور كيف يا اخوان، ابصر مين بلشان فيها، يا زلمه ايه شو سرداب، لسه ما شفتش شيء، لا في سرداب قادم مرتب والله، هسه بنصوره.
طبعا يا اخوان المنطقة منهوبة قديما، يعني شوفوا مبين يعني منهوبة قديما. شوفوا يا اخوان السرداب اللي داخل المغارة، طبعا كلها بتكون زي هيك يا اخوان، طبعا السراديب بتكون زي هيك مبينة طبيعية، لكن لما الخبير او الشخص اللي بيقدر يفتحها بتبين معه. هون في تحويطة قبر يا اخوان، المنطقة هاي في تحويطة قبر، وهناك ايضا في سرداب بدخلك على بوابة ثانية، وهذا جرن جانبي تكنيزي بيكون هدف تحتيه، يعني في قبر ومع عتاده. اطلع اطلع اطلع، خلينا نطلع لفوق. تابعوا معنا الفيديو للنهاية يا اخوان لحتى الكل يستفيد. طبعا يا اخوان هذه القناة فتحت فقط للمغامرات والشرح وليس للتنقيب، فقط هي هواية مغامرات مع الأصدقاء والمتابعين في قناة أبو شهم. وينه؟ هذا يا اخوان مدفن. هاي إشارة قبر ملكي يا اخوان، ترى مدفن ملكي. ها هاي إشارة قبر مستطيل يا اخوان، إشارة المستطيل الكبيرة بتدل على قبر ملك أو مسؤول في زمن الرومان، في زمن الرومان. شوفوا الإشارة يا اخوان، هون يوجد جرن وأيضا هنا يوجد مستطيل. خلينا نفوت داخل المدفن حتى نشرح لكم. شوفوا طريقة الدفن وطريقة ضرب العدة يا اخوان والقص، كيف كانوا زمان ينحتوا الصخر ويحطوا إشارات لحتى هم يتذكروا إيش عملوا داخل المدفن. راح ندخل داخل المدفن ونشوف ونورجيكم شغلات عمركم ما شفتوها بحياة تاريخ حياتكم ما شفتوها. أتمنى من الجميع أنه يركز مع أبو شهم. شوفوا المنطقة مرعبة يا أخوان، طبعا لا يوجد رصد ولا يوجد، قول بسم الله وامشي، بس قول بسم الله وامشي، قول يا رب. شوفوا يا اخوان السرداب اللي راح ندخله، شوفوا يا اخوان السرداب اللي راح ندخل داخل هذا المكان. طبعا يا اخوان اشي مرعب، شوفوا السرداب يا اخوان خطير من مغامر. عشان تعرفوا ابو شهم لما يجيبكم على مناطق خطيرة وحقيقية وليست وهمية كباقي المحللين. شوف يا اخوان لوين دخلنا، دخلنا الى هاي المنطقة اخوان. هذا مدفن ملكي، مدفن ملكي. ايضا هناك يوجد بالاعلى، يوجد هناك طاقة. طبعا هون في قبر، يا في قبور هون داخل، في الداخل هذا قبر. شوفوا كيف كانوا يدفنوا يا اخوان الدفائن المتعوب عليها. بعتذر من الاضاءه يا اخوان، ما في اضاءه معنا. ابو سامر وين غرقان انت يا رجل؟ شفتوا المنطقه يا اخوان كيف، هذا السرداب اللي دخلنا منه احنا. شوفوا السرداب يا اخوان، هذا هو السرداب اللي احنا دخلنا منه، تقريبا مسافة 20 متر دخلنا منه وطلعنا. حتى هون اخوان في سرداب ايضا، حتى هون في سرداب وهناك في سرداب ايضا. طبعا يا اخوان شيء مرعب للغاية. حتى نروح مع ابو سامر نشوف شو فيه هون. لوين بطلعك هون؟ لوين طلعك هون؟ سرداب مسكر. ها اخوان اشي ولا بمر بتاريخ حياتكم ولا بحياتكم شفتوا هذا الاشي. دير بالكم من الفخوخ يا شباب، في فخ. ها دير بالكم من الفخوخ.
ما يصير ذابها فاتح لقدام. ايه بس ما بتقدر تطلع. بدك حبي قدي. حبي قدي ها؟ آه. والله شيء بيخوف يا زلمة. لسه فوق لسه اسمع. لسه ما شفت شيء يا اخوان. لسه ما شفت شيء راح نورجيكم. شيء بيخوف اكثر يا اخوان. طب احنا تحت الارض يا اخوان، تحت الارض. احنا تحت الارض يا اخوان، ما حدا بدرى فينا. يا عفو الله. هذا سرداب ثاني يا ابو سامر. ولا هذا اللي فتنا منه. يا حبيبي سرداب. يا عفو الله. يا ابو سامر طلع ابو سامر فوق هناك. عز... اه لا مقبره فوق قبور. اه يا رجل دير بالك ابو سامر، قبور يا حجي. حتى في روز انا بالسقف. هيها هاي تسكيره. اه تسكيره. هاي روز. هاي عندك منور فوقيك مره فوقيك. اه والله هاي منور يا اخوان، شايفين المنور؟ منور مسكر شايفينه. هذا المنور كان يستخدموه يا اخوان حتى ينور على المكان، لانه احنا تحت باطن الارض. احنا تحت باطن الارض يا اخوان. طبعا نعتذر على الاضاءه يا اخوان، الاضاءه سيئه. كيف نشغل الكشاف يا ابو ربحي؟ والله شيء. وين الكشاف يكون هو؟ نبغى نطول التلفون. والله مش التصوير اللي يفتح. أقول هاي التصوير أصلاً باقي منبوشة. والله. من هون بس من تحت نشوف. والله شيء يخوف. لا تضيع يا رجل. بدنا اياك عايش يا ابو سامر. مين بدي علق لنا بالقناه؟ مين بدي بلش مع شو اسمه؟ الله حي ابو سامر ملك المغامرات. والله كيف ابو سامر المنطقه؟ والله ما شاء الله. ها؟ تخوف. لسه في فوق، شفت الشيء فوق؟ كمان. تعال خلينا نوديكوا عليهم. الشيء بقلعت شو خوف. فوت قدام السرداب. فوته هذا بده الخفاش. هذاك سرداب ثاني مسكر بس شايفينه؟ في خفاش؟ وين؟ اي واحد صغير يا زلمه. اي خفاش يا اخوان. هي هذا خفاش يا اخوان. امسكوا بربحي. تعال والله هذاك اياه. شوفوا يا اخوان الخفاش، نحطه بقنينه المي. اختصار صدام والله. انزل ولك. انزل 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 على طرقك. قول له يا اخوان طلعنا بكنز خفاش ميت. خفاش وين عمو خفاش ثاني؟ وينه؟ بعيد. لا بيجي قريب والله. هذا خفاش ثاني. وين رايح؟ انزل ولك. هذا خفاش ثاني. ما فيش شيء نجيبه. خلاص هاي واحد. هاي واحد يا زلمه، احنا بندور غاد. هي قاعد فوق. هذا واحد. انزل ولا انزل ولاك. ضح اخت شكله والله اخوي. اخوان مبرب والله. اذا بناخذ من السله عليه. سكر ايوه. مالك الخفافيش. انزل ولاك. ايوه في كمان. خلينا نصدق ان احنا انا بس منفرج الناس. الأسطورة أبو سامر، المغامر أبو سامر، عاشق شروق الشمس. أدعس أبو طلال يا حبيبي. أدعس وعملنا يا حبيبي. يا أخوان إشي بخوف، إشي بخوف يا أخوان. يا حبيبي يا حبيبي. روح 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 طالع. دير بالكم أعظم سرداب يا أخوان. الله يلعن طرق اليهود. وش بالك علقت؟ لا مين قال لك اني علقت؟ لسه الدين. خفافيش. اسمع انت عشانك جيها من شوي في تتغلب. حبي دبي ايوه. يا عفو الله.
ابو سامر اسمع، هاي الاشاره تعرف شو هي؟ المستطيل يدل على شو؟ قبر ملكي. قبر ملكي والله وحياه الله. فكرش مش سهله الاشاره هاي، والله ما هي سهله. هاي المنور تبعها ابو، هاي المنور تبعها، شوف مقبره. تعال 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 لسه ما شفت الشيء. تعال اخوان لسه ما شفتوش شيء من المغامره، لسه ما شفتوا شيء. شيء اخطر واخطر واخطر واخطر، شيء اخطر واخطر واخطر، لسه ما شفت شيء. ظلك لا لا ظلك بكافه وراي. تعال بس انت بس، المغامرة ما خلصت يا اخوان، لسه المغامرة ما خلصت. هاي ابو سامر، سامر لسه المغامرة ما خلصت. هون ال، تعال سامر شوف هاي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. سامر نعم، هاي اللي قلت لك عنها. روح ادحل انا وراك. معك ضوء ملك المغامرات ابو سامر، واقطع بالقطاعه. يلا يا رجاله وين رايح؟ خليه في شغالي، خليه فوق خليه فوق ستر. بسم الله، ترى بتطلعك على على واحده ثانيه يعني. ابو سامر دير بالك في عظامه. انا معطيهم السنه حبه جديد. يا الله عظام الفلاش يا حبيبي. اخوان تقدروش تفوتوا ترى لهون الا لما خلص. هيا هي بتطلعك على بوابه ثانيه، شوف كيف. خلاص شوف العظام. عفو الله، عظام بني ادم هاي. الريحه تقتل. عظام اديان عظام. من مغامرات ابو شهم اخوان، من اخطر المغامرات في المناطق المرعبه. يا حبيبي هاي شوف عظمه، شوف عظمه يا اخوان، هاي العظمه شايفينها. يا الله عظامهم كيف كانت. ايه طبعا يا اخوان احنا طالعين مغامره، ما بننقب. هينا بنقول احنا طالعين مغامره يا اخوان، ما بننقب. يا الله تعال تعال يا شباب. يا حبيبي شوار ابو ربحي، تعال تعال في المنطقه. اسمع فوتوا فوتوا عادي، في منطقه عاليه. هاي في مربط ابو سامر، مربط فرس. شايفه شايف المربط؟ يا حبيبي شو بخوف يا اخوان، شوفوا 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 يا اخوان. يا الله شو هاي، مدينة تحت الارض، مدينة تحت الارض يا اخوان. يا حبيبي شوف 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 الغرفة هاي لحالها. سامر حبيب، هاي خزنة اللي زي هيك تيجي بوابتها خزنة يا ابو سامر. والله والله خزنة هاي، والله العظيم بسولف جد. هاي شوف العظام، هاي عظام بني ادم شايفين. هاي قفص صدري. لا هذا ايش هذا؟ شوف هذا ايش، فخارة هاي، فخارة. يا عفو الله، وين ابو ربحي؟ يا جبنا ترى جبنا خايفين. يا حبيب الله تعال شوف هون، خلص من عندك هناك كمان في خزنة، صورها صورها. طبعا يا اخوان من اخطر مغامرات ابو شهم هاي المغامرة اخوان. طبعا المناطق بيحكوا انه فيها رصد، بس الحمد لله رب العالمين ايماننا قوي، وسمينا بالله وذكرنا الله
ومن بعد صلاة الجمعة مباشرة طلعنا على المغامرة، يعني إن شاء الله ربنا حامينا وما بصير ما بصير إلنا غير اللي كاتبه الله، ما بصير إلا اللي كاتبه الله. هيا أبو عم المعلم أبو سامر قاعد بيصور جوا في سرداب كمان. والله شوف وين مدخلك جوا. بسم الله يا عفو الله. شوف يا الله ما ضيقوه. بسم الله. اذا مش هذا يكون اسمع دقيقه. شوف يا حبيبي هذا مش سرداب حجي، هذا منفذ للخزنه، هذا منفذ للخزنه. شوف كيف الجوا في فراغ. شايف الفراغ بوديك على منطقه ثانيه. بس ابو سامر لا تفوتها، انت بتخرج حالك فيها ترى، ما بتقدر تفوتها. والله والله العظيم صعب ترى، ضيقه ابو سامر، لا تخاطر بروحك. ضيقه من هون بس. ايه ضيقه من هون. من وين العاد فاتحه؟ وسيعه من جو. ممكن نلاقي لها بوابه ثانيه من غاد. شو نفوت من هون؟ بدك تفوت تقدر؟ زين ضيقه بالناس انك تنخنق هسه ولا بيجينا شيء. وحد الله يا رجل. والله مشان المتابعين يستفيدوا. طب روح يا ابو سامر يلا. معقول تقدر لها؟ خلينا نشوف. صعب يا ابو سامر، أنا خايف تهفت فينا يا حجي، في لأنه في طبطبة قاعدة. يا عفو الله كيف كانوا زمان عايشين تحت الأرض. بدناش تنخنق أبو سامر. طب بلكي لها مثلا إذا في مدخل من غاد إلها. إلها؟ هاي يا رجل أكيد مليون في المية. تعال طل أنت الضوء، في ضوء غاد. في ضوء يعني في منور، في مدخل إلها. يعني نقدر ندخلها ترى، نقدر ندخلها يا حبيبي. انت بتقدر تفوت من هاي الطاقه؟ خلينا نجرب. والله ضيق ابو سامر، والله غير تعلق راسك. اذا راسك علق والله مين ما طلعه. رد علي، تعال معي وما عليك، والله غير دخلك عليها. رد علي بس، اذا ما دخلتك عليها انا مش مهم. تعال معي بس. شوفوا اخوان كيف، شوفوا هذاكي طاقة ثانية أبو سامر، شايفه؟ أيوه. هذاكي شفته؟ أنا أروح شوف. حتى في واحدة مسكرة. أيوه هاي شوف كيف مسكرينها. شوف 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 أبو سامر كيف الأحجار مركبينها تركيب. شوف تركيب. شايف فين؟ شايف. هاي تعال شوف فين. هاي ها شوف الأحجار هون كيف مركبة. حتى هناك بالزاوية في قبور. أنا شوف هون هاي عايش بالدل يا اخوان. احنا بنحب نورجيكم اول باول يا اخواني. انا مش مشكله لابس دشداش، عارف اخذ راحتي من المشي. ايوه 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 خلاص. قبور هون كان. قبور. قبور قبور. هاي في جرن على الجنب. هي هاي مقبره حجي، هاي مقبره. هاي شوف حتى هون كان تنفذ على قبر ثاني كمان. يا حبيبي شو هذا يا زلمة؟ يا حبيبي يا ابو سامر الظهر عرض ونزل. كيف كانوا يحفروا هيك الجبال والاراضي يا زلمة؟ الله يدين ما لهم. شوف القبور ابو سامر، تعال شوف احجار تعت القبور. هاي حجاب القبور. ها حبيبي يا حبيبي. اي شو هاي؟ شوف هاي عظمه عظمه عظمه. هاي اسنان بني ادم. اي شايف؟ قلت لك قبر. ايش قلت لك؟ قبر. عارف انه قبر قبور. ولا بدي اخذ لي واحد يحطه محل طحونتي المكسوره. يا عفو الله اللي هي عظام على اليمين. هي عظام مليان عظام الارض. العن قص اخطا. استغفر الله العظيم شو الريحه هاي. والله شيء بخوف يا اخوان، والله شيء بخوف. طبعا يا اخوان هاي المنطقه جيناها ما بنعرف شو في تحتيها وشو في فوقيها، اول مره بندخل عليها. بس حبينا نصور لكم اياها كمغامره، حبينا نصور لكم اياها كمغامره. والله يا اخوان شوفوا يا اخوان شوفوا.
شيء بخوف والله العظيم. احنا ما بننبش ولا منبحبش، بس هيك بنحب حب استطلاع يا اخوان، مناطق مفتوحة بنروح بنصور فيها، مناطق. طبعا الشباب بده يدخلوا علينا من هون. اوه ماي جاد، الله حيهم. ايوه فتحوا لنا المكان عشان نعرف نطلع، لانه احنا دخلنا يا اخوان من سرداب من جوا، دخلنا من سرداب من الداخل وجينا لهون. فوت فوت. يلا انزل انزل يا شباب. تعال. هذا كوب سامر جوا، ها فوت عنده. بده مساعدة حدا يطلعه لأنه اختيار. هيا أنت يا أبا سامر. هيا جوا جوا. إنني آتيك. هيا. هيا مان. ادخلوا يا أصدقائي. يلا بربحي. اللي بعده عند أبو سامر جوا جوا جوا. هناك. إنني أتيت يا أبا سامر. شوفوا القبور، روح شوفوا القبور. واحد 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 على الدور. يا عفو الله يا عفو الله. الله حيهم الشباب. يا اخوان اشي مرعب واشي ما بيصدقوا العقل. شوفوا يا اخوان هنا كمان في تسكيرة لمدخل أو مقبرة، وأيضا هنا يا إخوان شوفوا كيف القبور كانوا يحطوها، هي عبارة عن طاقات بيعملوها لحتى يدفنوا فيها القبر، حتى هو ما يخلي أي إنسان يلعب هذا القبر أو يخربه. هاي الصخور كانوا يغلقوا فيها القبور يا إخوان، تجي على شكل بلوكات مقطعة. وهون الشباب قاعدين بتفرجوا وبصوروا، الشباب كلها طبعا قاعد بتسوي مغامرات جميلة ورائعة يا اخواني، من اجمل المغامرات. كيف المغامرة بالله يا اخوي؟ عشي نار يا غالي. اه والله بس خلقنا واحنا نحبي. اسد يا ابو الثاني هذاك اللي جيت منه. شيء عجيب وغريب. هذاك الجرنين، شايفين الجرنين؟ شايفين. انتوا جيتوا من السرداب هذاك ولا من هذا؟ لا احنا جينا من السرداب هذا العشمال. هذاك السرداب ضيق، بدك واحد ضعيف يفوت منه. اللي غاد مفتوح بس. هاي الروزنا شفناها من ورا. ابي وقعت. عفو الله. تابعوا الاخوان الفيديو للاخر لحتى نروح على موقع ثاني. تابعوا الفيديو للنهايه يا اخوان، خليكم معنا، لسه في اشي اخطر واخطر واخطر يا اخوان. المنطقة أخطر وأخطر. رجعنا لكم من جديد يا أخوان بإشارة جديدة وإشارة مرتبة. طبعا يا أخوان الجرنين هذول بوجهن بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه، لنورجيكم أنه هذول الجرنين على إيش بدلن يا أخوان. هذول الجرنين هذول يا أخوان بدلن على مدفن تحت الأرض، مدفن فيه قبور. تمام، بنتجه بهذا الاتجاه، بنتجه بهذا الاتجاه بنفس الاتجاه يا اخوان، راح نعثر هون على مدفن، راح نعثر على مدفن. شوفوا المدفن يا اخوان، هيا ابو سامر داخل المدفن، متابع عندي بالقناة، هو داخل المدفن قاعدين بتفرجوا كيف كانوا زمان. هلا ابو سامر. هلا هلا ورحب. هلا بيك. شفت الاشارتين اللي بدلن على المدفن هذول؟ آه. لا مش شلون، هي من برا، تعال شوفن. شيء جميل وغريب يا اخوان، راح ندخل داخل المدفن ورجيكم اياه. هلا ورحب. ترى انا ابو سامر مستغرب من المدفن، قاعد بتفرج. هلا وهي ابو ربحي داخل المدفن يا اخواني. شفتوا الاشارتين على ايش بدلن يا اخوان؟ بدلنا على هذا المدفن الجميل، مدفن قديم جدا ورائع. ارحبوا اجي. يلا شوفوا يا اخوان المدفن،
ايضا يوجد هناك كمان مدفن بالمنطقه هذيك، يوجد فيه مدفن. عندك شيء؟ هذول الجرنين اللي هان ودلنا على المدفن اللي غاد هاي. شوفن انا بموت على اشارات هيجي. شوف السيارة دقيقة مثلا مع سيال في قصة، بس هذا قص طبيعي لازم يجي معه قص حقيقي. دقيقة شوي هذا قص طبيعي قص تمويه حتى. بس اذا انه مثلث حقيقي بس مش مثلث. وين مش الشارع؟ ايوه ضربة سيف خلاص. دقيقة دقيقة اسمع، جرنين جرن جرنين تمام. هناك واحد اي ضربة سيف، هي اشارة تثبيت تلمت من المدخل. اول بكل متخليك ابو احمد تشوف ابو سام تشوف ضربة السيف. هاي ضربة السيف، هذول الجرون. شوف الجرون هذا جرون معلم، مدام في ضربة سيف خلص تثبيت. هون سيف من هذول، هون شغلك بكون. هاي عندك هون ضربة سيف، هاي معلم تثبيت، تثبيت 100% هون في المنطقة هاي. جرن جرنين بعدين هون. أب سامر كيف كانت المغامرة اليوم أبو سامر؟ كيف أبو سامر؟ يعني مناطق صحيح مغرية والله، والله مغرية، مناطق جميلة من أروع المناطق يا إخوان. شوفوا يا إخوان ضربة السيف، دائما نحكي إحنا ضربة السيف بتكون تثبيت بنفس المكان إنه في هدف تثبيت. يعني في المنطقة هاي هون يا إخوان بيكون في مدخل بنفس المنطقة هاي اللي موجود فيها ضربة السيف،